مسرحية شمس وقمر، لوحات راقصة وأغنيات تؤرجحنا بين الواقع والحنين. تم افتتاح مسرحية شمس وقمر على مسرح كازينو لبنان برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، ممثلا بوزير الثقافة جابي ليون، وحضور فعاليات سياسية اجتماعية وإعلامية. المسرحية هي من بطولة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والنجمة الممثلة نادين الراسي، مع نخبة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف وجد شيا وإخراج جهاد الأندري. وتناولت المسرحية موضوع التغييرات السياسية التي يعيشها العالم العربي حاليا من خلال ثورات الشعوب ضد حكامها والخضوع للديكتاتورية والسلطة الظالمة. يا شعبي يا كل الناس. ويجسد المطرب عاصي الحلاني دور قمر الذي يقرر أن يثور على استبداد وظلم الحاكم نخوع، الذي يجسد دوره الممثل فائق حميسي الذي يحكم بقوة عسكره وبمساعدة زوجته اللعوبة قلوبات التي تجسد دورها الفنانة كارلا بطرس، بينما تجسد الفنانة نادين الراسي دور شمس التي هي حبيبة قمر وتتبنى فكره وثورته. مقتنع جدا بهالعرض، خاصة بهالمرحلة اللي مارق فيها الوطن، إن كان لبنان والمنطقة. نحن عم نقدم مسرح، وهذا تأكيد على أنه الشعب اللبناني والفنان اللبناني والمسرح اللبناني مستمر. هي نقطة تحول بحياة المهنية، نقطة محورية عطيتها من كل قلبي وربي بكل إيمان وصدق، وإن شاء الله يا رب تردلي مثل ما أنا عطيتها. هذا المجهود الكبير مني ومن كل فريق العمل، بتخيل حنقدم شيء كتير حلو. في كل بلدان العالم الفن هو بيعبر عن معاناة الشعب، معاناة الناس، وإذا السياسيين ما بدهم يتسمعوا على الفنانين يعني ما بدهم يتسمعوا على معاناة الناس. المسرحية تتضمن 10 أغنيات ولوحات راقصة تجمع ما بين عاصي الحلاني ونادين الراسي، وتختتم المسرحية بصوت عاصي الحلاني للشاعر أبو القاسم الشابي بعنوان إذا الشعب يوما أراد الحياة.